عليكم، انا اسمي رحاب. عملت امبارح فيديو عن اللغة الكورية وجالي اسئلة كتير. انا درست فين الكوري لأول مرة وكده. انا درست الكوري في مصر اول مرة في معهد سيجونج. هو يعني معهد سيجونج هو الكوريين كالتشر سنتر اللي في مصر. درست فيه ووصلت لحوالي الليفل الثالث، وبعديها سافرت جيت هنا انجلترا. سفر انجلترا ملوش اي علاقة خالص باللغة الكورية. كل ما في الموضوع ان انا جيت هنا سبب تاني خالص، بس اول ما جيت دورت على مكان اكمل فيه اللغة الكورية وكده. انا مش بيرفكت في اللغة الكورية خالص ولا اللغة الكورية معايا كلها، لكن انا بحب اللغة دي جدا وبحب اتعلمها جدا جدا، وعارفة ان في ناس كتير بتحبها ونفسها تتعلمها. فقلت طب ليه لا، ما انا ممكن كل اللي اتعلمه اجي يعني اشرحه واديني ابقى انا مثلا بحضر وكده، فانا براجع وفي نفس الوقت انتوا تستفادوا من دوت، وان شاء الله لحد ما كلنا نبقى بنعرف نحقق الحاجة اللي احنا عايزينها او بنعرف نتكلم اللغة الكورية. دي اول حاجة. الحاجة التانية، فيديو النهاردة انا عاملاه لمين؟ فيديو النهاردة انا عاملاه للناس اللي متعرفش اي حاجة خالص عن اللغة الكورية، بتحب الكوريين من مثلا دراما بتاعتهم، كي بوب، كي دراما، الثقافة بتاعتهم، بتحب شكل الكوريين وجمالهم، لكن ما يعرفوش اي حاجة عن اللغة الكورية. اول حاجة بقى يعني هبتدي اتكلم فيها النهاردة ان شاء الله هي امتى نشأت اللغة الكورية او مين اللي اخترع اللغة الكورية. زمان الكوريين كانوا محتلين من الصين، وكان الكوريين عندهم لغتهم الخاصة، بس بيكتبوا بحروف صينية. لحد ما جه الملك سيجونج وجمع العلماء والمثقفين وكل النبلاء واتكلم معاهم ان عامة الشعب ما يعرفوش او صعب عليهم الحروف الصينية، وهو كان عايز يعني الشعب يستقل ويبقى ليه لغته الخاصة. فقرر الملك سيجونج ان هو يخترع اللغة الكورية. اللغة الكورية او الابجدية الكورية اسمها هانجل، اسمها هانجل. يبقى لما نيجي نقول الهانجل يبقى على طول تفهموا ان هي الابجدية الكورية. طيب اللغة الكورية اسمها ايه؟ اسمها هانجوجو، هانجوجو. لكن الابجدية اسمها هانجل. يبقى الأبجدية اسمها هانجل، اللغة الكورية اسمها هانجوجو. تمام. زي ما بنقول الملك سيجونج في القرن الخمستاشر اخترع اللغة الكورية وبقت هي اللغة الرسمية للشعب الكوري. اللغة الكورية هي عبارة عن، أو الهانجل هي عبارة عن 40 حرف. الـ40 في منهم consonant و vowels اللي هي يعني السواكن والمتحركات. تمام. أول حاجة هنبتديها النهاردة هي هتبقى الـ consonant. طيب زي ما احنا بنيجي نحفظ كده الأبجدية أو بنتعلمها كده واحنا لسه صغيرين، ساعات بتبقى صعبة علينا ان احنا نقول ألف ب ت أو ألف باء تاء، فبنقولها ساعات ايه أبا تاسا وهكذا. الكورية برضو لما جيت احفظها حطت لها لكل حرف consonant vowel اللي هو A، وبقيت بدل مثلا ما اقول كيوك نيون تيجت وهكذا بقيت لها اقول كانا كده. يبقى احنا دلوقتي هنطق لكم ال consonant وهحط لكم معاهم ال vowel بس اللي هو ال A، بحيث ان احنا نحفظ ال consonant. ال consonant كم حرف؟ ال consonant 14 حرف. حفظهم كده بشكل يعني هقوله لكم، طبعا ده شكل دي سريع بس للحفظ يعني. ايه هو هقوله اهو دلوقتي. كانا تارا ما باسا اجا تشاكا تاباها. تاني. كانا تارا ما باسا اجا تشاكا تاباها. تمام. نقولهم بقى واحد واحد. كا كا كا. بيتكتب ازاي كا؟ نبتدي نشرح. الحرف ده
هو كا كا. عايزة أقول حاجة، اللغة الكورية لما بتيجي تتكتب لازم وانت بتيجي تكتب الحرف تكتبه من الشمال لليمين ومن فوق لتحت. بمعنى عندنا مثلا حرف زي ده اللي هو كا، كا هي ما اسمهاش جا، اسمها كا. هنكتب الأول من الشمال لليمين كده، وبعد كده من فوق لتحت كده كا، تاني من الشمال لليمين ومن فوق لتحت كا كا كا. تاني حرف نا نا نا، زي ما اتفقنا هيتكتب ازاي، من فوق لتحت ومن الشمال لليمين. نا تاني من فوق لتحت ومن الشمال لليمين. نا نا. تالت حرف اللي هو ده تا تا، مسموش دا اسمه تا تا، وبيتعمل برضو زي ما احنا قلنا من الشمال لليمين ومن فوق لتحت ومن الشمال لليمين. تاني من الشمال لليمين من فوق لتحت من الشمال لليمين تا تا. الحرف ده اسمه را را را، بيتكتب ازاي؟ اهو من الشمال لليمين من فوق لتحت، وهنا من الشمال لليمين ومن فوق لتحت. تاني من الشمال لليمين، وبعد كده من الشمال لليمين ومن فوق لتحت ومن الشمال لليمين را را. الحرف ده ما ما ما، يتكتب ازاي؟ من فوق لتحت من الشمال لليمين من الشمال لليمين. تاني من الشمال لليمين من فوق لتحت من الشمال لليمين، بيتكتب سوري من فوق لتحت ومن الشمال لليمين ومن الشمال لليمين. هقوله تاني علشان معلش اتلخبطت فيه، اهو من فوق لتحت ومن الشمال لليمين ومن الشمال لليمين، من فوق لتحت الشمال لليمين الشمال لليمين ما ما. الحرف ده با با با، بيتكتب ازاي؟ من فوق لتحت من فوق لتحت ومن الشمال لليمين من الشمال لليمين. تاني من فوق لتحت ومن فوق لتحت من الشمال لليمين ومن الشمال لليمين با با با. تمام، دول الحروف اللي هناخدهم ان شاء الله النهارده، كا نا تا را ما با. اللي هنعمله النهارده هنحفظ الحروف دي وطريقة كتابة الحروف دي، وان شاء الله المرة الجاية هنكمل الكونسونانت. بعد الفيديو هنزل لكم صورة للحروف مكتوبة واسهم عليها ازاي طريقة كتابتها من الشمال لليمين او من فوق لتحت، لان ده مهم جدا في تعلم الحروف. طريقة رسم الحرف بيفرق جدا عند الكوريين، فهنتعلم ان شاء الله الكام حرف دول، والمرة الجاية بإذن الله هنكمل الكونسنت. يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم، يا رب الصوت يكون أوضح عشان كذا حد كان بيقول مشكلة الصوت. لو الفيديو عجبكم أو عندكم أي سؤال عليه أو أي حاجة اكتبوا في الكومنتس، وإن شاء الله هحاول أرد عليها في الفيديو الجاي. شكراً.